السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتحدث عن طريقة لتقليم أشجار العنب بالطريقة الأسلاك. هي طريقة حديثة مثل ما عودنا، كنت تحدثنا في الفيديو السابق عن طريقة تقليم التفاح المكثف. اليوم راح نتحدث عن طريقة تقليم العنب بتربية الأسلاك. هي الطريقة الحديثة مثل ما شايفين هذا المشروع أمامنا. فمثل ما حكينا، كل عملية تربية لها طريقة خاصة في عملية التقليم، وليست طريقة واحدة. كل نوع من التربية له طريقة خاصة في التقليم. مثال هذا المشروع، زراعة العنب بطريقة الأسلاك، مشروع حديث وجيد. أول شيء نحن بالنسبة لنا، هي مثل ما شايف سلة العنب، هي الأسلاك. فنحن نختار بالنسبة لنا، نختار مثلا حسب سجات العنب العنب، نختار مثلا فرعين الطرف هذا وفرعين للطرف هذا. فنحن بنقوم مثلا، نحن نختار هذا، فبنقوم إزالة هذول بشكل عام. أتمنى شايفين هذا، نختار هذا، بنشيل هذول كلهم، هذول كلهم نشيلهم هيك. هذا مثلا فرع نحن بنربطه بنربيه على هذا السلك. هذا الفرع مثلا على السلك الأسفل منه، نقوم هذا مثلا، هلا بنزيل هدول هيك، بنربي هذا الفرع مثلا على السلك الفوق، بنربي هذا مثلا، هذا الفرع الطويل نقوم بتربايته مثلا على السلك هذا، بنربطه هون. فنحن مثلا اخترنا أربع فروع من هاي الشجرة، بحيث إنه ربينا بهذا الاتجاه 2 وبهذا الاتجاه 2. هذا الأساس نحن نقوم بعملية التقليم. فبعد ما نقوم بعملية التقليم، نقوم بتثبيت الفروع وتربطها بمادة مطاطية. لازم يكون، ما يكون خيط قاسي حتى ما يحز على الجزع ويجرحه ويسبب أمراض. فهذا يستخدم في عملية هذا يستخدم بعملية التطعيم. هذا المطاط يستخدم بعملية التطعيم، فممكن نحن نستخدمه بهي الطريقة. نمد السلك هيك، يعني بشكل عام نحن بهي الطريقة نشتغل المشروع كله بشكل عام بهي الطريقة. وهي عملية التقليم، انه بحيث نمد الفروع على اليمين وعلى اليسار، واثناء العقد البراعم الى حالة بتمد على الاسلاك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.